ونقول الو. ايوه يا سيمو، ازيك؟ عامل ايه يا حبيبي؟ ايه الاخبار حبيبي؟ ربنا يخليك. انت كله تمام؟ انا زي الفل يا رب. ده اولا انا احب اقول لك مبروك على الفرح بتاعك، جميل بجد والله. ربنا يخليك يا رب. حقيقي. ربنا يخليك. عقبالنا بقى عقبالنا. يا حبيبي يا رب ربنا يديك. انا هسالك سؤال نفسك قبل فيه. ما تسالني في سؤال الحلقه. تسالني سؤال؟ هتسال المذيع؟ اسال المذيع حبيبي. بص باشا، انا يعني بالنسبه ان انت لسه متجوز وبتاع، ايه رايك في الجواز؟ يعني احلى حاجه ممكن ولا استنى شويه؟ احلى حاجه ممكن تعملها. اللي انت تقول كده عشان لسه جديد. لا والله خالص، بالعكس. انت على حسب شخصيتك، يعني في شخصيه هتحب الجواز وفي شخصيه مش هتحب الجواز. بس هو الاهم من ان انت تتجوز، انت هتتجوز مين؟ ده السؤال. يعني هو الجواز ده مش كفكره بتحققها لوحدك. ما هو عشان الجواز يطلع حلو لازم تختار حاجه، يعني حد كويس يكون شريكك، شريك الحياه يا عزيزي، شريك الحياه. على فكره يعني انت كلامك كله حكم، بس نيجي ننفذ على ارض الواقع ما بنلاقيش. ليه بس كده؟ ليه اقول ليه؟ لك انا يعني ما تتسربعش بس. خلينا في موضوع القط، بيحب الخندقان ده اكيد طبعا. يعني انا كواحد من الناس، يعني انا تجربه حصلت قدامي، انا كنت بتخانق مع حد بحبه جدا يوميا. ده صديق ولا صديقة؟ شوف على نهاية الأسبوع ما شاء الله يعني برميل ماشي معايا. لا استنى، مش فاهم حاجة. أنت بتخانق أنت مع واحد قريب منك، واحد ولا واحدة؟ لا واحدة يعني. واحدة. أول يعني أنا كنت بحب واحدة يعني خانتني. خانتني. يعني كنا بنتخانق مع بعض أصلا. يعني أنا من وجهة نظري الخناقة عبارة عن غيرة، شك، إنك تغيري في حاجة، في أسلوب، في لبس، في معاملة. لكن هي مش متقبلة ده، فلما كانت بتزعل فكنت بشوفها بعد أسبوع ألاقيها برميل. برميل؟ ازاي؟ يعني صحتها بتيجي على الزعل. بتتخن يعني جدا. بس ده بتبقى مضايقه بقى، بتقعد تاكل. ده في ناس كده، ما دي نفسيا بقى يعني. ما اصل انت دلوقتي الحياه من دون مشاكل استحاله نوصل لحل. يعني بمعنى انا دلوقتي لازم اوصل لك فكري وانت بتوصل لي فكرك، ماشي؟ ممكن نتكلم باسلوب مش قادرين نتوصل لحل. فاحنا دلوقتي لازم لا هو ده، انا بقى كراجل حفره سيطرتي وهعمل وهسوي مش عارف ايه والكلام ده. في بنات ما بتحبش ده. لكن انا على نفسي انا انت 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 عمال تكلمني في مواضيع فرعيه ولا تفرق معايا. انا عايز اقف. هي بتقول خانتك؟ ازاي دي؟ ما تحكي لي دي. انت عدتها لي، خانتني وبعد اسبوع لما قابلتني ده برميل. لا دي احكي لك انا القصه. القصه كلها اني كنت بحب حد فتره حوالي 3 4 سنين. وكنت دخلت الجيش فتره وطلعت من الجيش لقيتها متجوزه واحد صاحبي. متجوزه واحد صاحبك؟ وانت في خلال 3 سنين دي ما كلمتهاش؟ لا وكمان رحت الفرح، يعني الغيبه كمان رحت الفرح. طب انت ليه بتقول عليها انها خانتك؟ مراته. يعني هي كلمتك؟ كنت بتكلمه في خلال 3 سنين؟ انا دخلت الجيش وقطعت علاقتي بيها، ما عرفتش اي حاجه عنها. فلما نزلت اول اجازه من الجيش فصاحبي كان كلمني قال لي فرح يوم الفلاني فنزلت. ففي رايح البيت يا جماعه انا عندي فرح، ايه ده وانت رايح؟ بقول لاهلي طبعا، هي كانت صاحبه اختي. فقلت انا رايح الفرح، قالت لا بلاش ومش عارف ايه، قلت لها انا هروح عادي. هم طبعا مش راضيين يقولوا لي ان هي بتتجوز يعني. رحت اسلم عليه في الكويشه لقيتها قاعده جنبه عادي يعني. بس كده مش خانتك برضو كده، علاقة انتهت يعني. ده كده خزوقتي مش خانتني. يعني كده قلبتك يمكن. بس بس يعني بس فكرة ان خانتك ما ظنش يعني، بس عادي خلاص عدت. لا بس انا في حد هي بتسمعني دلوقتي بقول لها رنا حد كويس. مين دي؟ رنا دي واحدة تانية غير اللي كانت في الكوشة؟ دي واحدة. لا انت مش ملاحظ انك متشعب شوية؟ ما تركز. هو انت عايز تكلمني عن مين دلوقتي؟ عن رنا ولا عن اللي في الكوشة؟ عن اللي فاتت. رنا دي حد محترم جديد في حياتي. اتوقع يعني اتمنى انها تطلع على قد المسؤولية يعني. اتمنى يا رب يا رب. طب بقول لك ايه، انت لا استنى انت هتسيبني كده؟ مش لا ما ينفعش. هو انت المفروض رنا ديت انت عايز تتجوزها؟ والله احنا لسه في بداية تعارف يعني. بالكوا قد ايه تعرفوا بعض؟ يعني لسه فترة قصيرة مش كبيرة يعني. قد ايه مثلا يعني؟ يعني لسه 5 6 ايام كده. ولسه في 5 6 ايام ولسه عندك امال انها تبقى قد المسؤوليه؟ انت المفروض ده السؤال. هو ده بقى التسرع. انت المفروض تسال نفسك كمان ايه 3 4 شهور كده. 3 4 هو العمر فيه كام؟ 3 4 شهور. لسه راجع من الشغل على فكره. انا يعني ما انا انا بقى شغال بسمع لك البرنامج. انت حد يعني بجد بقى استفاد من خبراتك. ربنا يخليك يا حبيبي. بس انا عايز اقول لك حاجه، موضوع الجواز ده ما تستهونش بيه. ولو انت عايز تتجوز ومستعجل في الموضوع ده يبقى دور على واحد ده طيبه.
سامع رنا طيبه. اه يعني 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 عايزه تعدي الدنيا، عايزه تمشي الدنيا معاك، بس البني ادم اللي هيقعد ينطحك او البني ادم اللي هتقعد كل شويه تقول لك لا هي الدنيا كده، هتلاقي نفسك ان انت بتنتهي حياتك، ان انت بتحاول ترضي بني ادم ومفيش بني ادم بيرضى، فالنتيجه ايه؟ هتخسر كتير. صح اللي... عندك حق. واخد لي واخد بالك يا رنا؟ سامع رنا بس حبيبي يا تيمو حبيبي نورتني. يلا بشكرك يا حبيبي، تصبح على خير، مع السلامه.